صحيح الكلام، سواء من آلياته العسكرية التي دمرت، ومن عتاده العسكري التي غنمناه خلال هذه المعارك، ومن أسر بعض جنوده، تدل على أن الحرب ليست حل، رغم أن الجيش السعودي استخدم كل طاقاته العسكرية وقواته الهائلة، واستخدم طيران الأباتشي وطيران الميج وكتائب القوات الخاصة والسلاح البحري والمشاة البحرية، واستخدم كل ذلك الحشد، ولكن نؤكد مجددا أن الحرب مع أبناء الشعب اليمني في الشريط الحدودي بشكل كامل لا يمكن أن يعود الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بحوار، وأن تعود السعودية إلى لغة الحوار، وأن لا تقوم بالاعتداء علينا من أراضيها، وأن لا تسمح لأي طرف بأن يعتدي علينا مرة أخرى. أشكرك محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين، أشكر انضمامك إلينا. أتحول إلى لندن إلى علي نعمان المصفري الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم أستاذ مصفري أولا. ثانيا يعني لأبدأ من رؤيتك لمسار هذه الحرب. نعم، لنبدأ من رؤيتك لمسار هذه الحرب، في أي اتجاه تذهب بعد اتساع رقعتها وازدياد سقوط ضحايا وخصوصا المدنيين؟ هل هي ذاهبة يعني كأنها حرب استنزاف، أم ربما ولابد من أن تنتهي بالجلوس على طاولة حوار؟ قبل أن نتوقف طبعا مع دعوة الرئيس اليمني للمعارضة ولكل الحيثيات في البلاد من أجل التحاور معها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحرب الدائرة حاليا في صعدة تدلل بما لا يدع مجال للشك بأنها حرب ستستمر، وهذا ما أشرت إليه في العديد من الحديث السابقة من أنها ستكون حرب استنزاف شاملة، وقد ربما لا تتوقف عند الرقعة الجغرافية التي امتدت إليها الآن، قد ربما تصل أيضا إلى مناطق أخرى وستزيد من شعلة هذه الحرب. وبالتالي أنا في تقديري أن هذه الحرب هي حرب عصابات، ولا تستطيع أيضا وللأسف الشديد المملكة العربية السعودية من حسمها، نظرا لأن هنالك أيضا ذهب العديد من الخبراء العسكريين للتأكيد من أن حرب العصابات قد أدت إلى فشل جيوش عملاقة وعظيمة كبيرة جدا، سواء كانت في فيتنام أو الآن في أفغانستان، وما أدى أيضا إلى البداية في التفكير الصحيح. لهذا أنا في تقديري أن الأخوة في المملكة العربية السعودية عليهم إعادة النظر في قراءة الاستراتيجيات الخاصة بهذه الحرب، والقدوم إلى الامتثال إلى قراءة واقعية للعقل، بما يؤدي إلى معرفة ومناقشة وتحليل وتشخيص الأمور الحقيقية والملفات الأساسية أستاذ مصفري القائمة حاليا سواء في اليمن. اسمح لي أستوضح بعض النقاط. من أن النظام اليمني أستاذ مصفري، قبل أن ندخل في موضوع النظام اليمني وما الذي يريده الرئيس اليمني، طبعا تقدم الآن بمقترح علما أنه جنب الحديث عن إمكان حوار مع الحوثيين باعتبار الحرب معهم قائمة، لكن عندما تقول إن يعني أنك متأكد من حرب استنزاف وأن ما يحصل الآن ربما تمتد رقعته إلى مساحة أوسع، لو نحاول أن نتحدث معك طبعا وبصوت عال عن أي رقعة تتحدث، يعني كيف يمكن أن تتوسع، بأي اتجاه، وماذا يمكن أن يحصد السعوديون من هذه الحرب التي دخلوها والكل يقول أنها الآن أصبحت ورطة لهم أكثر مما هي قدمت حلا؟ تفضل. عزيزي، النظام اليمني في البداية قال أنه سيحسم هذه الحرب خلال يومين ثم أسبوع ثم أسبوعين، والآن فشل ذريع. لهذا استدرج الأخوة في السعودية للدخول لاستنزافهم خلال الفترة القادمة وبالوكالة عنه في أوهام أنا في تقديري لا داعي أيضا إلى الامتثال والخضوع عندها. الخبرات والتجارب السابقة للحروب التي دارت رعاة في صعدة منذ عام 1962 وخبرة وتجارب أيضا الجيش المصري في صعدة أدى أيضا إلى حقيقة ثابتة من أن حرب العصابات حرب طويلة، حرب صعبة، حرب معقدة، والتضاريس الجغرافية وحسب أيضا العديد من التقارير العسكرية والجغرافية تشير بما لا يدع مجال للشك من أن هنالك أيضا مستنقع صعب جدا لأي جيش كان بأي قوة وبأي حجم يمكن أن يدخل إلى هذه المناطق ويحسمها،
وهنالك أيضا تجربة لدى الأخوة أيضا في صعدة من خلال السنوات الماضية في تجربة حرب العصابات. فبالتالي هذا التفنن وهذا التعدد وهذا التنوع قد ربما أيضا يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في الفترة القليلة القادمة. وأنا في تقديري إذا الأخوة أيضا في المملكة العربية السعودية وأي أطراف إقليمية أخرى تريد أن تعزز وتؤمن من أمنها القومي لا تذهب إلى أن تترك أي مساحة للفار السبي أو الفار اليمني من أن يلعب بين رجلها. عليها أن تدرك جيدا من أن أي نقل لمسرح العمليات العسكرية إلى القرب أو حدود مناطقها قد ربما أيضا أن يؤثر بشكل غير مباشر أولا، ولكن في الأخير بشكل مباشر في جيد. إثارة العديد من سأعود إليك سيد مصفري، سأعود إليك اسمح لي أتحدث عن الأطراف المعنية، اسمح لي أتحدث عن مضمون ما أشرت إليه يعني بشكل أو بآخر، وأعود إلى الدكتور فؤاد إبراهيم في الاستوديو. دكتور إبراهيم، يعني عندما تحدث عن حرب الاستنزاف كان تحدث عن حرب عبثية، يعني نستنتج من أن حرب العصابات أو غيرها لن توصل النظامان، يعني تحدث عن اليمن حكومة اليمنية وتحدث عن الحكومة السعودية في هذه الحرب التي يخوضونها. هل استراتيجية المعتمدة ضد الحوثيين سابقا قيل أنها تنفذ على قاعدة الأرض المحروقة ويبدو أيضا على قاعدة معالجة الخطأ بالخطأ، هل هذه الاستراتيجية برأيك ما زالت يعني مستخدمة الآن أم يفترض أن يفكروا بغيرها؟ أعتقد بأن يعني الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدها الجيش اليمني أثبتت فشلها. يعني الحوثيون ما يحصل ما حصل في 2004 يتكرر الآن. الحوثيون راكموا تجربة عسكرية، الآن باتوا مطمئنين إلى أنهم يخوضوا حربا بقدرة قتالية عالية جدا. ليس لديهم مشكلة في الذخيرة، وليس لديهم مشكلة في القتال، وليس لديهم مشكلة حتى في الخطط العسكرية. خطة إحراق الأرض أو سياسة الأرض المحروقة ليست وتهجير الناس هذه لم تعد مشكلة بالنسبة لليمنيين. ربما ما يقلق اليمنيين هو عملية يعني ضرب المدنيين، تهجير المدنيين، التضييق على المدنيين، ولكن من الناحية العسكرية الحوثيون صامدون على الأرض وهم ماسكون، يعني هم يسيطرون على مساحة بحجم مساحة لبنان اليوم. إلى هذا الحد وهم عندهم لديهم قدرة، وأنا يعني متأكد وأتحدى في ذلك أن لديهم قدرة لو أرادوا أن يسيطروا على العاصمة صنعاء، ولكن لم يفعلوا ولن يفعلوا. يعني استراتيجية الحكومة اليمنية قيل في هذه الحرب هي بحسب خبراء عسكريين فتح الطرق المؤدية إلى محافظة صعدة والضغط على المدنيين في الملاحيض كما ذكرنا وحرف سفيان للمغادرة. مسألة السيطرة على الطرق المؤدية إلى المحافظة، هل تعتقد أيضا هذه بعد فشل؟ طبعا نتحدث بعلم عسكري هنا قليلا. السيطرة على الطرق المؤدية بين صعدة وصنعاء أو بين المناطق الأخرى مناطق الإمداد هي كلها تحت سيطرة الحوثيين. لم تعد لدى الحوثيين مشكلة في إعادة أو السيطرة على أي خطوط إمداد في داخل اليمن مهما كانت المحاور، ربما كان الخوف لدى الحوثيين في الحرب الأولى والثانية والثالثة. اليوم هم مطمئنين تماما. يا سيدي العزيز، يعني هم الآن بعد تدخل السعودية أن علي عبد الله صالح يرفض الحوار مع الحوثيين، وأنا يعني أنقلها وأنا أتحدى أيضا أن الحوثيين اليوم هم يرفضون الحوار مع علي عبد الله صالح، لكن هم يقولون الحرب لن تحل إلا على أساس الحوار ليس مع علي عبد الله صالح، بعيدا عن النزعة الطائفية، ربما هذه بين مزدوجين، لكن قالوا هذا الكلام. بعد تدخل السعودية لم يعد علي عبد الله صالح هو الطرف الذي يحسم في الحوار أو يحسم المعركة. هم اليوم معركتهم مع الجيش السعودي مع السعودية، وبالتالي لماذا يتحدثوا مع الفرع والأصل موجود؟ جيد، سأتابع معك ومع ضيفنا من لندن علي نعمان المصفري، لكن بعد التوقف عند فاصل قصير.